زهرة تراكس، أنا فرحانة اليوم حيت جيت حضرت الدورة الخامسة ديال واحد الجمعية كسي خوك، ومن هذا المنبر هذه بغيت نقول شكرا بزاف لطريق أحرار، هو اللي استدعاني هذه باش نحضر لهنايا، وبغيت نقول شكرا لكاع الوليدات وكاع البنات وكاع العيالات اللي سهروا باش ينجحوا هذا الشيء وباش باش يعاونوا بعضياتهم وباش يحسوا ببعضياتهم، وما يكونش بيناتنا فرق وما يكونش بيناتنا الميز، احنا بحال بحال وحنا مغاربة الحمد لله، والمغاربة معروف عليهم تبارك الله الجود والكرم ويحس بخوه والتمس الميت وبزاف ديال الحوايج. بغيت نقول لهم كلكم شكرا، ويا ربي يا ربي هذا الشيء ما يوقفش هنايا، هذا الشيء يزيد يتطور مازال، وهذا الجيل هذه يوصلها للجيل اللي جاي والجيل اللي جاي للجيل اللي من بعد منه. وبغيت نقول شكرا للقنوات كاملين وتبارك الله عليكم والله يعطيكم الصحه، متابعين الفنان فين ما مشى ومتابعين كاع الخطوات ديالو اللي كيدير الكبيره والصغيره، شكرا بزاف والله يخطيكم علينا، بلا بيكم حنا ما كاينينش، نتوما بلا بينا. شكرا.